قصة غليص ابن الجنية، الفصل السادس، أجهزة 64. بجبل النار المعركة حامية، أبو الشئبة يضرب من طرف، بجنون البحر والشماس يضرب من طرف، والأمراء ليل ونهار كل واحد منهم يضرب من طرف، ويحصدون بيئهم حصاد أو جمرة ما أحد يقف قدامها. وصل غليص أو قاضب بيدو نسر، طايرين يسابقون الريح. وقف غليص وشاف جمرة ظهرت وراءها موجة عالية، أو طلع من نص الموجة أبو الشواطي أو بيدو رمح يريد يضربها بظهرها. صاح غليص: يا جمرة يا جمرة يا جمرة! احترفت على غليص والنوشي مثل شعلة النار، ضرب ايد ابو الشواطي انه قاطعها هي والرمح، راح يطير بالسماء او بالسيف الثاني ضربوا انه مطير راسه. تحجت جمرة وانه عيونها بعيون الولد ابو التنور، او جمدت مكانها لو من شافت هذا النيش العيون، او قام من ينزل منهن دموع دم لونهن احمر سيلات على خد الولد. قال الجمرة: العيون هذنه عيون امي. الولد ابو التنور مثل السهم انطلق باتجاه الجبل، او نزل بالمغارة البيها ابو اللوكس او لبلوبة. لحج عليه ابو اللوكس او شاف الدموع سيلات لونهن حمر، مسح الدموع بيدو. قالت لبلوبة: شنو هذا يا بلوكس؟ هزب راسه وقال: الروح الساكنة بجسد ولدنا، روح الجنية أم جمرة، أو لو من شافت بنتها من بعد هذا السنين نزلن هذن الدموع. أبو اللوكس لو من راح أبو الشواطي أمشان يجيب الحكام، أو رجع عليه أبو الشواطي أو قال له: يا أبو اللوكس الملك النيزك، جانا خبر قبل ما نمشي انه اختفى بهذيك البحيرة، بدك تروح معنا وندشر هذا الجبل او ناخذ كل الذهب اللي بيه على جزيرتنا بالبحر. ابو اللوكس يومها قال بقلبه: ما راح تاخذون شي من هذا الجبل يا ابو الشواطي، لازم نطلع برا ونفك الرصد، تعال معي. طالع ابو الشواطي معه برا، او صاح اللبلوبة او سوى رصد ثاني. رجع هو ولبلوبة عالجبل، ابو الشواطي ما قدر يفوت عليه، كل ما يقرب عالجبل تشعل نار بوجهه، او قام يصيح: يا ابو اللوكس يا ويلك مني يا غدار. ابو اللوكس الكتب بيدو، يوم نوصل على المغارة اللي هي باب القصر تحت الجبل، جنون البحر الموجودين كلهم صافين قدامه، سوم عليهم لعنة ورصد هو ولبلوبة، او صارم كل الجنون الموجودين بالقصر تحت امر ابو اللوكس، او سكر باب المغارة وقال: يا لبلوبة الجبل هذا لنا والقصر هذا لنا، والرصد سويناه ما حدا يقدر يفكه لا من الجان ولا من البشر، والحز عندنا مجموعة من المحاربين تحت أمرنا. ومرت سنة أو لبلوبة صار لها ولد، بنفس الدقيقة اللي جابت بيها الولد كانت روح أم جمرة الطير بهذاك القصر، لو من شافت جسد الولد نزلت على جسد الولد أو سكنت به، أو لو من مرن 40 يوم فتح عيون الولد وانهن حمر تجادحن. صاحت لبلوبة: يا أبو اللوكس تعالوا شوف هذا شنو. لو من وقف فوقه قال لها: يا لبلوبة ابن أبو التنور سكنت بجسد وروح من أرواح جبل النار. أو قامت تمشي السنين، بيوم من الأيام قاعد أبو اللوكس والولد أبو التنور قاعد بحده، قام الولد أبو التنور أو حط اسمه على إذن أبو اللوكس، أو قام يجي صوت: يا أبو اللوكس أني حارسة هذا جبل أم جمرة، روحي سكنت بجسد هذا البشري، أو راح أظل ساكنة بجسده وأحمي هذا الجبل. قام أبو اللوكس حيله قال: يا لبلوبة الروح سكنت بجسد أبو التنور، روح حارسة جبل النار، أمن اليوم ورايح ما ظل خوف لا من ملوك البشر ولا من ملوك جان، ما دام ابن أبو التنور معانا. أو ظلوا جنون البحر كل فترة يجون ويحاولون يشوفون أبو اللوكس، أو هو ما يرضى يشيل الرصد ولا يتصنط الحشيهم لو من ما اجتمعوا أو قالوا
لازم نروح نهجم على هذاك الجبل ونطالع منه أبو اللوكس بالقوة، ونجيب المحاربين الموجودين به، ونجيب كل الكنوز الموجودة بهذاك الجبل، وبنفس الوقت يهجمون على المكان البي أبو الشيبة يأخذون منه الألماس البيضة. أو هذا صار بين أبو اللوكس أو جنون البحر. أغليص جاء طاير على جمرة أو شاف الدموع بعينها، أو قال لها يا جمرة شبيك ليش جاعت تبكين؟ يوم انشافت غليص قدامها ما صدقن عيونها، او هي كانت مصدومة يوم انشافت عيون امها بعيون هذاك الولد. عضنت غليص وطارت من الفرحة. ابو الشيبة والشماس والامراء ليل ونهار، او وصلوا نشاب والعتيقة او زينة والنبلاوي وريحان والترابي وابو السواهي وابو الدواهي وابو الخفايا، او قاموا مطاردون لنهزموا من جنون البحر، ما خلوا ولا واحد منهم يفلت. والتموا حول غليص او فرحوا كلهم برجعته. قال نسر لامو جمرة يا يما ابويا غليص جاب الرمح لنباق منك هذا هو. قضبت الرمح بيدها جمرة او راحت تمشي باتجاه الجبل، او قالت يا الحاكم ابو الشيبة لازم نفوت على هذا الجبل، او لازم اعرف هذا النيش العيون عيون امي الا غيرهن. وقف قدامها غليص وقال ايش جعت تحكين يا جمرة؟ قالت له هذاك الولد يا غليص بشري ساكنة بجسد وروح، يمكن روح امي. قرب ابو الشيبة على الجبل هو وجمرة، او زتت الرمح وقام يفتل بالهواء، او قام يجدح منه شرار. النار ظلت عالقة برأس الجبل. طالع ابو الشيبة الالماس البيضة، او قال يا الماس الرصد العجيبة فكي هذا الرصد. رجع الرمح عليد جمرة يفتل، والالماس البيضة اختفى منها الشعاع. قال ابو الشيبة الساحر الموجود بهذا الجبل مسوي رصد ما حدا يقدر يفكه، لا نقدر نفكه بالألماسة ولا برمح النار. قال لهم الترابي هذا أكيد الساحر أبو اللوكس. قال غليص يا أبو الشيبة أشلون أني ظليت 10 سنين فوق هذيك البحيرة؟ مديدوا عليه أبو الشيبة وقال يا الحاكم غليص مرنا 10 سنين كأنهن يوم واحد، تعذبنا بالحيل لبين ما لقينا مكان. الملك الهالك والمحاربين الشجعان قدروا يجيبون الصندوق ويجيبون الحاكم أبو العواصف، أو قدروا يطالعونكم ويفكون هذاك الرصد. قال غليص الملك الهالك ما حدا راح يذبح غيري، إذا مو يسكن بأرض ما وراء البحار، إذا يوصل لآخر الدنيا ألا أجيب رأسه بيدي وأنا غليص. أو قال لهم أبو الشيبة بمعركة بالوادي خلونا نلحقها. أو طارم قامهم يسابقون الريح. وقف أبو اللوكس على باب المغارة، أو دحج عليهم لو من طاروا، أو قال يا لبلوبة انفك الرصد عنا البحيرة، هذا غليص إذا جانا الملك النيزك إيش بدنا نسوي معه؟ قالت له لبلوبة ما راح نفك الرصد، احنا صرنا اصحاب هذا القصر وهذا الجبل ومسؤولين عنه، وابننا ابو التنور يقدر يحمينا امن الملك النيزك وغيره. وصلوا الملك العرنوس والسفاح الجبال الظلام، او نزلوا على الجبل العالي، او طلعا عليهم ام الغول وام الدواهي وام السواهي وام الخفايا او خواطر، او معاهن الولادة الخمسة. وابو العين الصفراء وقف قبالهم، او دحج عليه الملك العرنوس قالوا يا ابو العين الصفراء قد ما فرحت بشوفت فرسان جبال الظلام، لو من شفتك تكدر خاطري، وين اختفيت يا ابو العين الصفراء؟ او عفت المعركة؟ قالوا يا الملك العرنوس لو من شفت جنون مملكة الصخور جو على البحيرة، قلت ما ظل بيها حدا، بيلي أمانة بهذاك الجبل من عمتي حريرة، رحت مشان أجيب الأمانة، أو فتت على مغارة أو قدروا يأسروني بها. قال له الملك العرنوس مرة ثانية يا أبو العين الصفراء ما تروح على هيش مكانات إذا ما تخبرنا، ليش ما قلت لي؟ كان أنا رحت جبت الأمانة أو هديت جبال الصخور فوق روسهم، أنا ماني ناسي لهم إياها، يوم انخذوا الرمح من المغارة أو راحم، أو بعد ما شفتهم واقفين مع هذاك الملك الاسمه طير الليل راح يشوفون مني الويل، وأنا الملك العرنوس وأنا الملك العرنوس وأنا الملك العرنوس. السفاح قال يا أخوي العرنوس أنا بدي أروح شوي وارجع لك.
أو طار السفاح من الجبل العالي، أو راح نزل على جبل بجبال الظلام داير ما يدور وادي، أو ضرب الرمح على سفح الجبل وطلعت هذيشة جنية. قالت له أهلين بالسفاح، قال لها هلا يا أم العكازة، لسه عليش حيل تقفين على رجليك؟ قالت له أني أم العكازة، ما زال هذه العصاية بإيدي، أظل واقفة على رجلي. قال لها السفاح بعثت لك أكثر من واحد. قالت له يا سفاح والصلم، واستلمتهم واحد واحد، ألا واحد منهم قدر ينهزم؟ قال لها السفاح بس لا تقولي للعفريت. قالت له لا، العفريت موجود، آخر واحد بعثته، لو من جت الزوبعة أو صارت قبال الجبل فتحت باب المغارة أمشان أسحبه لداخلها. نزل نيزك من السماء أو ضرب الأرض أو طلعت مية من الأرض أو طلع لهيب نار أو طلع تراب طار أمتار بالسماء، شفت بقلب الزوبعة عيون حمر قدر يطلع منها يا السفاح؟ لو من وقف قبالي شفت بصدره ثلاث غلادات وبظهره معلقات رمحين، المحارب هذا قوي، شلون قدرت تدخله على الزوبعة؟ قال لها هذا اسمه الملك النيزك، قدروا يزتونه بالزوبعة، أخويا العرنوس أو حفيدنا غليس، شنت أعرف أنه عنده قوة كبيرة بس ما توقعته أنه يقدر يخلص حاله من الزوبعة السوداء. أو قال لها السفاح افتحي لي باب المغارة. أو نزلت الجنية على أسفل جبل أم العكازة، أو فتحت باب المغارة وفات السفاح، وانها مغارة كبيرة وبقلبها مغاغير كثيرة، فات على أول مغارة أو شاف جنية قاعدة وقال لها أنا السفاح أنتي منو؟ قامت حيلها وقالت أني من أتباع السفاح. قال لها زين أنتي من اليوم ورايح، اسمك العقربة؟ قالت له أني بأمر السفاح الجنية أم العقارب، كل شي تسحب الزوبعة السوداء ويفوت على المغارة أو تقضب الجنية تمسح الذاكرة لبراسه ما يتذكر أي شي، أو راح على المغارة الثانية أو لقى بيها جني قاعد أو قال له أنا السفاح أنت منو؟ قام حيل ووقف أو قال أني من أتباع السفاح. قال له أنت اسمك ريح الظلام أو هو الحاكم شراع الريح؟ أو قالاني تحت أمر السفاح. أو راح على المغارة الثالثة أو لقى بيها عشر جنيات قاعدات، أو لو من فات عليهن وقفن أو قال لهن أنا السفاح أنت منو؟ طاحن بصوت واحد إحنا من أتباع السفاح. قال لهن زين أنت من اليوم ورايح، اسمشن محاربات الظلام؟ قال إن إحنا بأمر القائد السفاح. أو راح على المغارة الرابعة أو لقى بيها جني قاعد فات عليه أو قال له أنا السفاح، وقف حيله وعيونه يتجادحن، قال أنا بأمر السفاح. قال له أنت اسمك سهم الظلام أو هو كان سهم الريح الذراع اليمين للملك الهالك؟ صاح السفاح وقال العفريت وينه؟ قالت له يا السفاح العفريت هذا دخلته على المغارة وسويت عليه رصد ما قدرت أمسح ذاكرته، هذا عفريت خطير. قال لها خلي نايم بهذا المغارة أنا أعرف منو أجيب له يقدر يمسح له ذاكرته. طلع السفاح من المغارة أو طار على رأس جبل أو ضرب الرمح الأسود قام يهتز الجبل، وطلعوا طايرين من المغارة عقربة أو ريح الظلام أو سهم الظلام أو محاربات الظلام العشرة، أو وقف مقبال السفاح وقالوا إحنا بأمر القائد. قال لهم تكونون جاهزين بدنا نروح على معركة كبيرة. أو رجع السفاح على الملك العرنوس أو قالوا الملك العرنوس إيش صار معك يا سفاح؟ قال له يا أخوي الملك النيزك قدر ينهزم من الزوبعة. قال له الملك العرنوس الملك النيزك هذا وراء أسرار كثيرة، قلنا نجيبه ونعرف أسراره لكن ما دام انهزم ألا شي يوم يقع بين يدينا. أو قالوا يا سفاح العفريت، قالوا العفريت ما قدرت تمسح ذاكرته بأم العقارب والحاكم اللي قضبته من البحر أو محارب الهالك والعشر محاربات أطلعن مع الجنية فوق البحيرة، هذولا جاهزين للمعارك أو يستنون مني أمر. قالوا زين يا سفاح بدنا نستنى أبا الدواهي وأبا السواهي وأبا الخفايا والترابي لو من ما يجون، أو بعدها راح أقولكم وين نروح. وصلوا أبو الشئبة وغليص
والمعاهم على الوادي او لقم المعركة خالصة. ابو النسيم وابو البشاير والمحاربين المعاهم ما خلوا حدا من جنون البحر الا الشختور ومحاصرينه. صاح عليهم ابو الشيبة وقال: يا ابو النسيم اريد عايش، لا تذبحونه. او صفق دي ابو الخفايا وابو السواهي وقف بحده. الشختور صار بالظلام وما عاد يشوف شي، والتفن حبال ابو السواهي حواليه او جابوا يسحل بي سحل. او وقف فوقه ابو الشيبة وقال له: انت من جنون البحر؟ قالوا: اني من الحكام، اسمي الشختور. قالوا: يا شختور ليش هاجمين على هذا المكان؟ قالوا: اجتمعوا جنون البحر عند الملكة زمردة او معاهم ابو الالماس او بدهم الالماس البيضاء. قالوا: ابو الشيبة او جبل النار، ليش هاجمين على جبل النار؟ قالوا: بجبل النار قبل ما يختفي الملكة النيزك بالبحيرة طابته لعنة وما عاد يشوف بعيونه، او نزلوا بحدها ذاك الجبل، او راحوا جابوا ساحر اسمه ابو اللوكس، او قام يحشي لهم القصة من اولها لاخرها، وشلون ابو اللوكس قدر يشيل اللعنة عن النيزك ويفك الرصد ويفوتون على الجبل. او بعدها توا رصد على الجبل وما عاد يخليهم يفوتون عليه، او اسر 200 واحد من جنون البحر او صاروا تحت امره. دا حجب الشيبة على جمره او قال: ابو اللوكس هذا هو ومرته قدروا يسوون رصد فوق رصد الرمح، أمن الصعب نقدر نفك هذاك الرصد. قالت له جمرة: ما نقدر نفوت على جبل النار يا الحاكم يا أبو الشيبة. قال لها: صبري يا جمرة إلا نلاقي طريقة. قال غليص: الملك النيزك واحد غدار، والسفاح خذأب الزوبعة، والساحر أبو اللوكس إذا أقضبه ما أحد راح يفكه مني. قال لهم الترابي: لازم نبعث عليه أم الغول، إذا شافها راح يطلع من الجبل. قال له غليص: يا ترابي روح على أم الغول، وإذا ما رضى يطلع من الجبل راح أهد هذاك الجبل فوق راسه. قالت له جمرة: لا يا غليص، لازم نتأكد أن الروح الساكنة بهذاك الولد روح أمي ألا غيرها. قال لها غليص: راح نتأكد يا جمرة، راح نتأكد من هذا الأمر. أبو الشيبة قال: يا شماس، يا أبو النسيم، يا نشاب، يا أبو البشاير، أخذوا المحاربين وروحوا على جزيرة الألماس، أو جيبوا للحاكم أين واحد يقف بوجهكم لا ترحمونه. أو طاروا باتجاه جزيرة الألماس. الترابي وأبو الدواهي وأبو السواهي وأبو الخفايا رجعوا باتجاه جبال الظلام. أغلص قال: يا الحاكم أبو الشيبة، أني بدي أروح على أرض الطعوس. قال له أبو الشيبة: يا الحاكم أغلص، لازم ترجع على جبال النور، ما ظل بيها حدا. قال له غليص: لا، أني جبال النور ما عاد أرجع عليها. قال له: يا غليص، الحكام ماتوا، غدروا بيهم جماعة طير الليل، جبال النور محصنة. قال له غليص: ما راح أسكن ألا بأرض الطعوس، اللي بده يسكن معاي بيها راح يكون تحت حمايتي، أو أرض الطعوس راح أخليها تصير محصنة، ولي يقرب عليها ما راح ارحمه. او قال له ابو الشيبة: يا غليص، بدنا نفوت اني وانت على المغارة، بشغلة بدي اقول لك عليها. او فاتوا غليص وابو الشيبة، او وقفوا فوق الصندوق الكبير. قال له ابو الشيبة: يا غليص، الصندوق هذا من خزاين ارض الطعوس، تذكر يوم نقلناها وجبناها على هذا المكان، ما دام بدك تسكن انت بارض الطعوس صار وقت تسليم هذيك الكنوز، والمفتاح عندك، بس الصندوق هذا يا غليص بيو روح جني، بيو روح نايمة من مئات السنين، والروح هذه الجني قوي او ما عرفتها لمنه، بدك الصندوق هذا تاخذه معك الا تخليه عندي. قال له غليص: ناخذه معنا يا ابو الشيبة، ما دام الصندوق من ارض الطعوس ممكن يكون بيه روح واحد من اجدادي، لازم نعرف شلون نفتحه. قال له: حاولنا بالالماس البيضاء ما نفتح هذا الصندوق، اكيد لوا سر او لوا مفتاح، والمفتاح لازم يكون بأرض الطعوس أو بين الكنوز الموجودة عندنا بهذا التل. قال غليص: زين يا أبو الشيبة، راح ناخذ هذيك الكنوز كلها أو ناخذ الصندوق هذا وراح نحطهن بالخفيسة، راح يكونن بأمان. طلع غليص هو وأبو الشيبة، أو قال غليص: يا ريحان، تروح على أرض الطعوس وجيب المقاتلين والمحاربين البيها امشان ننقل الكنوز من المكان هذا نرجعهن على ارض الطعوس. او طار ريحان قام يسابق الريح، طلع وغليص وابو الشيبة، او طالع غليص المفتاح من صدره او حطه بالحجرة، وانفتحت مغارة بهذاك التل بيها كنوز ارض الطعوس. وصل ريحان او قام يدق الطبل،
أو قام يصيح بعالي صوته الحاكم غليص رجع قدرنا نفك رصد البحيرة. كل المحاربين يجتمعون، أوطار هو وياهم راحوا باتجاه الوادي الساكن بي أبو الشيبة. أو وصلوا على الوادي أو شالوا كل الكنوز والصندوق البي الروح، أو رجعوا على أرض الطعوس أو حطم الكنوز بالخفيسة. أو جاء الحاكم الطبيب وقف قدام غليص أو قال له أنت مو زعلان منه؟ قال له لا أني ما أزعل من حدا يا الحاكم الطبيب، بس أريد منك شغلة. هذه كنوز أرض الطعوس حطيناهن بالخفيسة وبيع عليها رصد، أريد الحكام الرصد الأربعة يسوون رصد ثاني مشان ما حدا يقدر يفوت عليهن، وأريد يكون مفتاح الخفيسة هو هذا السيف العند ابني نسر. هذا هو السيف من نسر، وقعدم الحكام الأربعة فوق المرجل الأخضر البي الخفيسة أو سوم عليها رصد أو مفتاح الرصد السيف الأحمر اللي شائله نسر. أو قال الحاكم الطبيب يا الحاكم غليص ما نرجع على جبال النور؟ قالوا لا، أنت والحكام الأربعة واللي جو على هذا المكان من جبال النور راح تظلون معانا هين بأرض الطعوس. قال له الحاكم الطبيب أبو الشيبة ما قال لك شي عنا البير؟ قالوا لا ما قال لي. أبو الشيبة جريب علينا وأكيد كل يوم راح أشوفه، باشر أسأله عن شغل البير الموجود بجبال النور. أغلي صبن والضاح ماشين هو أو دنيا، وأن العجاجة جايتهم أو وقف مقبالهم ست فرسان وعيونهم حمري تجادحن. أو قال قصاص هذا هو غليص، هذا هو غريمنا، هذا هو اللي ذبح عمتي رحومه، أنزلوا عليه أو نزلوا الستة يمشون بحد بعضهم. قال غليص يا دنيا وقفي وراي، هذولا من عشيرة خزنة. سحب السيف غليص وهجموا عليه الستة كلياتهم، أو قام يصد الضربات ويختفي بيناتهم ما يشوفونه. أجناح الطير قام يطير بي طيران، هجم واحد منهم على دنيا سحبت السيف دنيا وارفعته لي فوق، نزل عليه شي مثل البرق من السماء أنه شاق نصين. أو قالت أني دنيا وأنا الحاميني برق، أو شايلة سيف البرق اللي بده يموت منكم الله يجي ويوقف قبالي. أغليص كل ما يضرب واحد منهم يقص نصين، ما ظل غير قصاص ويتبارزون هو وغليص. الروح الشريرة ساكنة بجسد قصاص قامت تحكي معاه، أو قالت له انسحب من المعركة هذا ما تقدر عليه. أو تضاربوا بالسيوف غليص وقصاص، رجع قصاص مسافة طويلة ركض وزت حقله على الفرس. أو صاح يا غليص ما دامك طلعت من هذاك الجبل راح نظل وراك، ما أحدا راح يخلصك منه. وهذبت بي الفرس قام يساب غريح. رجع غليص يمشي على دنيا، أو قال لها هذولا مثل ما قال ابوش اللي سكنت باجسادهم ارواح شريره. قالت له دنيا يا غليص راح يظلون وراك، لازم نكون على حذر او لازم نبعد من هذه المكانات مشان نخلص من شرهم. او ركب هو على فرس او دنيا على فرس، او قاموا يفوجون في جوج الفلا بالبوادي، او ما يعرفون وين يروحون او ما يحترفون وراهم. الترابي وبو الدواهي وبو الخفايا وبو السواهي وصلوا على جبال الظلام، او كل واحد منهم قام يحضن ابنه. والملك العرنوس والسفاح يدحجون عليهم. قال الملك العرنوس يا سفاح يا لو مو هذاك الملك الهالك مسوي علينا رصد، الحزاني كنت متجوز زمرده او عندي ولد بقد هذول. الملك الهالك يا ويلو منه راح اخليه يندم على كل السنين العاشها. وانا الملك العرنوس سمع ابو الدواهي وجاي يمشي عليه، او قالوا يا الملك العرنوس محاربين ابو الشيبه راحوا على جزيره الالماس، وسمعت ابو الشيبه يقولهم اين واحد يقف بوجهكم اذبحوه. قام العرنوس حيله وقال له الا زمرده يا سفاح يا سفاح يا سفاح، اخذ المحاربين اللي عندك وروح على جزيره الالماس، او جيب لي زمرده لا تجي الا تجيبها معك. واذا محاربين ابو الشيبه واحد منهم قرب على الملكه زمرده او صاير عليها شي لا تجيني يا السفاح
اللي ذبحهم كلياتهم ويجيب لي راس ابو الشيبة. او راح السفاح ضرب الرمح عالجبل وطلعوا من المغارة العقربة ومحاربة الظلام العشرة او ريح الظلام او سهم الظلام او قال لهم الطيرون وراي بدنا نسابق الريح ونوصل الجزيرة الالماس. طار السفاح او طارم وراه او قاموا يسابقون الريح. ابو الدواهي قال له يا الملك العرنوس ليش ما خليتنا نروح مع السفاح؟ قال له يا ابو الدواهي بغير مكان تروحون عليه، تروحون على جبال الصخور، هذولا كانوا ساجنين. ابو العين الصفراء اين واحد يتعدى على محارب من محاربيني؟ ما راح اسامحه، اريد منكم هذاك ابو الراس الابيض اجيبوا لي يا عايش. وابو العين الصفراء قال لي بيعدهم حكام مخفيين تحت الجبل واجيبوا لي كل الموجودين بهذاك الجبل. طارم ابو الدواهي وابو السواهي وابو الخفايا وابو العين الصفراء وام الغول وخواطر وام السواهي وام الدواهي وام الخفايا باتجاه جبال الصخور. وظلوا الولادة الخمسة واقفين قبال العرنوس. مشى عليه القيصر وقال يا ملكنا يا العرنوس احنا وين نروح؟ ضحك العرنوس وقال لهم اني وانتم بدنا نروح على مكان او هذاك المكان خطير، تظلون دائما ورايا ما حدا يبعد عني. او طار العرنوس او طار والخمسة وراه او قاموا يسابق الريح. والضاح وشاهين او محسن وانصاري او حسن وحسين والشيخ شجاع وصلوا على جبل قريب من المدينة وجبل بي ومغاغير كثيرة. قالوا نقعد مغارة بهذا الجبل او نبعث واحد منا على المدينة. قام محسن مخاو الذيب او قال لهم اني راح اروح. قال له شاهين لا خليني انا اروح يا محسن، انت لازم ترتاح وما راح اطول عليكم، انتوا عليكم بالصيد او شوي الغزلان، لو من ما يرجع عليكم حيلكم اكون اني جيت. وانطلق شاهين باتجاه المدينه ويدحج على الفرس الراكبها ويقول اخ يا شراره كل ما اركب على فرس اشتاق لك وين القى فرس مثلك. ووصل على الغابه اللي بحد المدينه او ظل قاعد بيها لو من ما صارت الدنيا نص الليل او فات من الباب السري او ظل يمشي بالسرداب لو من ما طلع على القصر او جا يمشي باتجاه الحراس الواقفين على الباب او قالوا له انت منو؟ قال لهم اني مرسال من الملك ذراع واقدر اطير مثله او جاي اتطمن على اوضاع المدينة لانه هو عنده معركة ما راح يجي ايام طويلة، راح اظل بالمدينة الباشرة الصبح واشوف اوضاعها امشان اروح اخبره بشي شفته. قاموا الحراس يدحجون على بعضهم لو من شافوا معيون شاهين حمر او لو من ابعد عنهم قالوا ملكنا ذراع بي عنده فرسان يطيرون ما بي حدا من الملوك مثله بهذا الزمان. سمعهم شاهين وقال بقلبه ملككم ذراع هذا ما راح حدا يذبح غيري واني شاهين. او ظل يمشي بالمدينة لو من ما وصل العند خوال وضاح او فات وقعد عندهم او قال لهم وضاح والمعاه صاروا بامان وطلعوا من السجن او بدنا نتطمن على ليلى والمعاها. قالوا واحد من خوال وضاح ليلى ساكنه بارض الرطعوس هي والنسوان والولاده المعاها او كلهم بخير. من كم يوم كانت مرت وضاحين وابن يونس او راحوا بخير وسلامه. قال لهم شاهين ما زال بارض الرطعوس لازم نروح عليهم واحنا ما نطول عليكم المدينة هذه راح نرجع وناخذ الحكم بيها او نرجع مثل ما كنا اولي او يرجع وضاح يصير حاكم عليها، اصبروا علينا ايام. قالوا له خوال وضاح احنا نستناكم على احر من جمر لا تأخرون علينا. او قبل ما تطلع الشمس رجع شاهين على الحراس او قال لهم اني تطمنت على اوضاع المدينة والناس بيها نايمة والامان موجود راح اخبر الملك ذراع بهذا الشيء. او قاموا يتفتل بالقصر لو من ما غاب عن عيونهم او فات على السرداب او طلع من الطرف الثاني بالغابة او لو من طلعت الشمس انه قبال الجبل او فات عليهم على المغارة وقال ليلى والمعاها كلهم بخير والحز هم بارض الرطعوس. قام وضاح حيل وقال نمشي على ارض الرطعوس اشتاقينا للغوالي. او ركبوا على الخيول او حطم عينهم باتجاه ارض الرطعوس او قعد مغليص والامراء ليل ونهار او جمره
والحاكم طبيب، والحكام الأربعة، أو ريحان أو ريحانة، أو نبلاوي أو نسر قاعد بحدو، وأغليص حاطيدو على شتف نسر، أو قامهم يحشولوا على كل شي صار معاهم فترة العشر سنين. لمن ما جاء طار الطاغية أو قال الجمرة ليش ما ذبحتيها، قالت له يا أغليص أنت بعثت خبر أنه ما نذبحها إلا تكون حاضر، وأني ما أكسر كلامك. قال الريحان روحوا جيبوا الطاغية. أو قاموا يحشولوا على جنونة جم من عند الملكة الهندي. أو قال النبلاوي جيبوا لي إياهم. جابهم الطاغية والاثنين الأسرة. أو قال غليص يا جمرة أخذي بثارج منها. أرفعت رأسها الطاغية أو قالت قبل ما تذبحني يا غليص أريد أقولكم على أسرار، إذا أني متت راح تموت هذيك الأسرار. قال لها غليص قولي يا الطاغية. قالت له يا غليص ما راح أحشي هاي الأسرار إلا بيني وبينك، ما لازم حدا يعرفها. دحج غليص على جمرة أو قال لها أنت إيش رأيك يا جمرة؟ هزت براسها وقالت أني صار لي صابرة عشر سنين، واللي تقوله أنت يا غليص راح يصير. أو قال للاثنين غليص أنتم منين جايين؟ من أين أرض؟ أو ليش جايين ليهين؟ قالوا له إحنا جينا مهمة من ملكنا الهندي مشان نكشف هذا المناطق كلها ونودي له أخبارها. قال لهم غليص الملك هذا الهندي الأراضي العايش فيها مو مكفيته؟ واحد منهم قال له لا، الملك الهندي لازم يكون هو الملك الأكبر على كل الجان الموجودة بكل الأراضي، وإذا ما صدقون كلامي جيتوا راح تكون قريبة وراح تعرفون ساعتها منو الملك الهندي. قال غليص بقلبه خلي يجي، زاد هو لازم يعرف منو الموجود بأرض الطعوس. قال غليص يا ريحان خليهم يروحون بحال سبيلهم. قال له الحكيم الطبيب يا الحاكم غليص فاتوا بيناتنا وقاموا يعرفون شغلات كثيرة. قال له خليهم يروحون، أنا صار عندي فضول أشوف هذا الملك الهندي. أو دشرم الاثنين أو طارم قاموا يسابقون الريح. أو قال لهم غليص لازم أروح على ليلة الصار بإخواني والضاح أو محسن أو حسن وحسين وانصاري والشيخ شجاع ما هو قليل، لازم أول شغلة أسويها أخلصهم من هذاك السجن، والاسم ذراع هذا لازم يأكل جزاؤه، أو بعدها أجي وأشوف الطاغية خذوها على المغارة. طار غليص وراح على ليلة. أو لؤمن شافت وقامت تبكي أو قالت يا أهلا بأخويا غليص لو من سمعنا بجيتك ما تعرف ايش قد فرحنا، ردت لنا الروح من جديد بعد ما فقدنا الامل. قال لها ولا يهمك يا اختي يا ليله راح اخلصهم من هذا الاسم ذراع او راح اخذ حقهم منه. جمره طارت من ارض الطعوس او ما احد يعرف وين راحت، حطت عينها على جبل النار او قامت السابق الريح. الملك النيزك وقف قبال جبل النار ويريد يفوت، اطلعت النار بوجهه او قال الرصد سويناه من عشر سنين ام غيرينه. او صاح هذاك الصوت قام يهتز الجبل يا ابو اللوكس للحزك عايش الا متت. طلع ابو اللوكس وقف على باب المغاره هو ولبلوبه وابن ابو التنور والجنون الاسرهم متحصنين بالجبل. او قال ابو اللوكس جاءنا يا لبلوبه، جاءنا الملك النيزك شريد نسوي معه. سحب الرمح الملك النيزك او زدته قام يفتل بالهوى، نزل نيزك من السماء باتجاه الجبل، ضرب حرف الجبل الحجر والتراب قام يتطاير بالسماء او صارت الغبرة حوال الجبل. الملك النيزك قال يا ابو اللوكس اطلع علي احسن ما هد هذا الجبل فوق راسك، اني قلت لك نصير اصدقاء وتريد خون الصداقة بيننا. قربت جمرة على الجبل أو شافت النيزك لوم نزل من السماء أو ضرب الجبل، أو شافت الملك النيزك واقف قبال الجبل أو بصخرة كبيرة قعدت وراها أو قامت تدحج عليه. يوم قامت تكشف الغبرة دحج أبو اللوكس وإن ابنه أبو تنور مو موجود. الملك النيزك واقف
وان العيون الحمر جايات من بين الغبرة باتجاهه. الولد بوت النور جايو مثل السهم، قضب الرمح بيدو الملك النيزك او قام يفتلو. لو من صار قباله ابوت النور ضربوا بالسيف صدها النيزك بالرمح، وانه راجع لي ورا امتار او دحج على الولد بوت النور او قال هذا منوه هذا منوه هذا منوه، ومنين جايب هذه القوة او هذا العيون الحمر؟ سحب الرمح الثاني من ظهره وقام يفتل الرماح الاثنين بيدو النيزك، او جا طاير باتجاه الولد بالتنور، او ضرب الرماح على بعضهن والقلادات يلمعن بصدره الثلاثة. تفجرت المية من الارض من مكان، او طلع من مكان ثاني نار، او طلع من مكان ثالث زؤبعة من التراب كبيرة، والولد بالتنور بيناتن، والملك النيزك زت الرمحين باتجاهه. جنوا ساحبات ليهن صفير، ضرب السيوف على بعضهن بالتنور وقام يجدح منهن شرار ويتطاير، او قام يبرم وطار باتجاه السماء مثل السهم. دحج عليه الملك النيزك وقال هذا الولد من البشر، شلون يوقف قبالي وانا الملك النيزك؟ رجعنا الرماح على ايده زت الرمح بالسماء، او نزل نيزك مثل البرق بعد عنه ابو التنور، والنيزك ضرب بالارض او قبل تراب والغبرة، او جاء من بيناتنا ابو التنور مثل شعلة النار ساحب. صفق يدي الملك النيزك، تشكل قدامه ثلاث حواجز، حاجز من النار او حاجز من المي او حاجز من التراب، او طار وابعد عنهن والرماح بديه. ابو التنور اخترق الحواجز الثلاثة وظل مكمل باتجاهه، او يفتل السيفين بيدو ويطير منهن شرار. ضرب الملك النيزك بسيف صدوا بالرمح، او ضربوا بالسيف الثاني صدوا بالرمح، او صار قباله صح ذاك الصوت ابو التنور، اني حارس جبل النار، واللي يقرب على هذا الجبل راح احرقه راح احرقه راح احرقه. وابعد عن الملك النيزك وضرب السيوف على بعضهن، او قام الشراري تطاير منهن. الملك النيزك صفق يديه واختفى، ظهر بغير مكان بعيد عن الجبل، او دحج على ابو التنور وقال ما راح انسى هذا الولد، ولا الملك العرنوس ولا السفاح ولا غليص، راح ارجع عليكم وانا الملك النيزك، او ما راح انسى هذا الشيء صار معاي. طار الملك النيزك قام يسابق الريح، طلعت جمرة من ورا الحجرة، او طارت باتجاهها والتنور، او هو واقف والسيوف الاثنين بديه، او صارت قباله وقالت له لا تروح خليك واقف، بدي اعرف الروح الساكنة بجسدك، هذه روح منه؟ دحجت جمرة على خدوده، قام يسيل عليهن الدمع احمر. طار والتنور ورجع الجبل مثل السهم، او ظلت جمرة واقفة والدموع نزلن من عيونها، وقالت هذن عيون امي، اني متأكدة روح امي ساكنة بهذا جسد، شلون صار هالامر هذا؟ ابو اللوكوس دحج على ابنه ابو التنور وحط ايده على كتفه وقال ابني ابو التنور او حارسة جبل النار، ما زالكم معانا، ما حدا يقرب على هذا الجبل. رجع الجمرة على أرض الطعوس والدموع من عيونها تطاير، أو لو من وصلت قال لها غليص وين شنتي يا جمرة؟ قالت له شنت بجبل النار، شفت هذاك الولد النوب، يا غليص روح أمي هي ساكنة بجسده، أو صارت بينه وبين الملك النيزك معركة، واني شنت تفرج عليه والملك النيزك انهزم. قال لها غليص الملك النيزك زتنا بزوبعة، اني وجد العرنوس شلون طلع؟ قالت له ما اعرف يا غليص، لازم افوت على هذاك الجبل واشوف هذاك الساحر واعرف شلون روح امي دخلت بهذاك الجسد. قال لها غليص اصبري يا جمرة الا ما نلاقي طريقة نفوت على هذاك الجبل. او قام يدق الطبل بارض الطعوس، او جا واحد من المحاربين قال يا الحاكم غليص بيجي النية تريد تحكي معك، قال له خليها تجي، لو من جت وانها العرافة ام السن، او قال لها غليص هذا انت؟ قالت له ايه يا الحاكم غليص جاي اريد منك تساعدني. قال لها اش صار؟ قالت له رحنا على ارض ما وراء البحار، اني والسلطان او صفراوي او معانا هذاك الحاكم ابو العواصف،
ولو من وصلنا عليها نزلنا على جبل. او قام السلطان يحكي مع الحاكم ابو العواصف او قال له اريدك تفوتنا على الملك الهالك، لازم نتقابل اني وهو. لو من صفراوي دشرها ذاك الحاكم الغدار صوفا قديه او تشكلت عاصفة او ما عاد نشوف قدامنا. اقدرت اخلص حالي وابعدت عنهم، شفت مجموعة كبيرة من المحاربين قاضبين السلطان او صفراوي او طايرين بيهم باتجاه الجبال الساكن بيها الملك الهالك. حاولت الحقهم ما قدرت افوت الجبال هذيك محصنة، او رجعت على جبال النور قلت بلشي القى ابو الشيبة ما لقيته. او جيت عليك يا الحاكم غليص، لازم تخلص السلطان او صفراوي من ايد هذاك الملك الغدار. جاء الحكيم الطبيب او حكام الرصد الاربعة والامراء ليل ونهار او ريحان او نبلاوي، او قال لهم غليص هذا العرافة ام السن الملك الهالك قدر يأسر السلطان او معاه صفراوي بأرض ما وراء البحار. يا ريحان ويا نبلاوي انتوا رحتوا على هذاك المكان وقدرتوا تفوتون عليه. قالوا ريحان يا الحاكم غليص لازم نشوفنا الشاب، هو يقدر يختفي او يخفي كل المعاه ويفوت على اينا مكان. قال غليص يا ريحان روح على الحاكم ابو الشيبة او خبروا بهالامر هذا، ولازم نستنى الشاب لو من ما يجي من جزيرة الألماس. العرافة أم السن قالت يا الحاكم غليص السلطان مو من أهل الشر، أو هو يدور الثار أبوه والثار سلالة دمه اللي ذبحهم الملك الهالك. قال لها غليص ما كان لازم يروح، كان لازم يستنى. أنتوا طالعتوا من التابوت واخذتوا على المعركة واختفى بالبحيرة معنا، أو بعدها طار راح على أرض ما وراء البحار. يا أم السن لازم قايليلو أن الزمان كان عايش بيه مو مثل الزمان هذا. قالت له أم السن السلطان قوي يا غليص، لكن الحاكم أبو العواصف ما كنا متوقعين منه أنه يغدر بينا. أو راح ريحان على أبو الشيبة أو قاله، قال أبو الشيبة يا ريحان الملك الهالك هذا واحد خطير أو رجع على بلاده، وانتو كنتوا بهذاك المكان ما نقدر نروح نحاربه، اكيد الجبال الساكن بيها محصنة او بيها محاربين او بيها اسرار. خبر الحاكم غليص لا يتحرك الا نجهز حنا، او خلينا نستنى الشماس او نشاب وابو النسيم وابو البشاير لو من ما يجون، اكيد الا نلاقي حل ونخلص بيه السلطان اذا ما كان الملك الهالك ذابحوا هو وصفراوي. او رجع ريحان وقال لغليص، قال له لازم اول شي يا ريحان اروح على اخوتي وضاح ومحسن او حسن وحسين وانصاري وشيخ شجاع واخلصهم من هذاك الاسر واجيبهم معاي وجي، او من بعدها لازم نروح نساعد السلطان. السلطان نومه الاف السنين، او لو من قعدوه ما يعرف ايش بيه حواليه، او لي اثار مع هذاك الملك الهالك 10 سنين وقف علينا الزمن يا ريحان ما راح اسامحه. وانه جاي واحد من حراس رأض الطعوس او قال يا الحاكم غليص وصلت مجموعة كبيرة من البشر راكبين على خيول او فاتوا على الغابة القاعدة بيها ليلة. طار غليص من مكانه مثل لمح البصر انه بالغابة، او لؤمن وقف قبالهم شاف وضاح او محسن وانصاري وشاهين او حسن وحسين والشيخ شجاع، او جاعد يحضنون ويلادهم والنسوان فرحانا حواليهم جاي يمشي عليهم غليص دحج عليه وضاح او جاء يركض ركض، او قال يا اخويا يا غليص يا كثر مشتاق لك، واحضنوا بعضهم او قام يمشي وضاح مساح دموع غليص او قالوا صارت معايا شغلة يا وضاح، شنا بمعركة وقدرهم يوقفون الزمن بيها، وانت تعرفني يا وضاح وانا اخوك كان ما خليتكم تنسجنون يوم واحد ولا خليت الاسمذراع يسوي هذا الامر. والتموا حوال غليص كلياتهم او صاحب على الصوت هذا وعد مني وأني غليص وأني غليص وأني غليص اللي عيشكم بالأحزان واللي شوفكم ظلام السجون واللي خلاكم تبعدون عن مدينتكم راح أخليكم يا وضاح تقطعون راسه بساحة المدينة. السفاح طاير فوق البحر يسابق الريح، أو طايرين وراء العقربة أو محاربات الظلام
أو سهم ظلام أو ريح ظلام أو حس بقوة جاية باتجاهه وقف أو صف وراه ون الشماس وابو النسيم او نشاب وابو البشاير او معاهم مجموعة كبيرة من المحاربين والحاكم ابو الالماس معاهم. صاح عليهم السفاح وقال: شغلة وحدة اسألكم عنها، الملكة زمردة حدا منكم حاشاها؟ حدا منكم حاشاها؟ قرب عليه الشماس وقال: لا يا سفاح، رحنا عليهم وقلنا لهم بدنا الحاكم ابو الالماس، إذا تنطونا إياه ما راح يصير بيننا وبينكم حرب، أو سلمونا إياه جبنا وجينا. والملكة زمردة موجودة بجزيرة. قال السفاح للحاكم أبو الألماس: الحكي هذا صحيح؟ قال له أبو الألماس: الحكي صحيح، والملكة زمردة موجودة بجزيرة. دحج على جماعته السفاح أو قال لهم: الحقوني. أو طاروا طارم وراه. أبو الألماس قال بقلبه: هذه أم العقارب أو هذا الحاكم شراع الريح، شلون صايرين من أتباع السفاح أو طايرين وراه؟ الأمر هذا غريب. كملوا طريقهم والسفاح وصل على جزيرة الألماس أو قام يدق الطبل أو فاتم الحراس على الملكة زمردة أو قالوا لها: جونا مجموعة ثانية من جنون البر ومعاهم أم العقارب والحاكم شراع الريح. أو قالت: خليهم يجون. فات عليها السفاح لؤم شافته وقفت حيلها أو قال لها: يا الملكة زمردة، أنت ما ظللك مكان بهذا الجزيرة، لازم تروحين معي. أخويا الملكة العرنوس قال: جيبها معاك وتجي. هزت برأسها الملكة زمردة أو قالت: يا سفاح، أني لي شرط، إذا بدي أروح على أراضي البر كل الساكنين معي بهاي الجزيرة لازم يروحون معي. قال لها السفاح: أموافقين على هذا الشرط أو خليهم يجهزون حالهم أمشان تروحون معاي. الملكة العرنوس يقول: أنا مكان أو هي مكان، ما أقدر أحميها، لازم تكون قريبة مني. أو رجع السفاح وجايب معاه كل الجنون الموجودة بجزيرة الألماس أو على رأسهم الملكة زمردة بحكامها بحراسها بمحاربينها بكل الكنوز الموجودة بيها باتجاه جبال الظلام. وصل قصاص على زوبع أو دحج عليه وقال له: يا ابن خالي أشوف وجهك مو زين. قال له: غليس، تلقانا وإحنا رايحين على هضاك جبل أو صارت معركة بيننا وبينه. يا زوبع، هذا عنده قوة عجيبة أو بي مع بنيه، سيفها لمن ترفعه ينزل برق من السماء، ينزل برق من السماء، ينزل برق من السماء. قام زوبع حيل وقال: يا خالي العرندس، ما زال طلع من الجبل، الحز نقدر نصيده، ما نرجع على هذا العشيرة ألا نجيب راس غليص معنا أو راس هذيك البنية. أو ركبوا على الخيول وانطلقوا من العشيرة. أو زوبع بولهم عيونه يجدحن حمر اللي دخل بجسمه من جنون الشر. أو قالوا: يا زوبع، قبل ما تروح على معركتك لازم نهجم على هضاك الجبل بيشثير من الأرواح، أنت لازم تطلعها أمشان تسكن بأجساد المحاربين اللي عندك. وقف زوبع وعيونه قائما يجدحن حمر وقال: يا خالي يا العرندس، لازم نروح على هضاك الجبل ونطالع الأرواح الموجودة بالوادي، نخليها تسكن بأجساد فرساننا. العرندس قال له: مثل ما تريد يا ابن أختي، أنت أمشي وإحنا وراك. على جبل الحياية واقف الملك طير الليل هو والهفوف وحديدان. أو قالوا الهفوف: إيش بدنا نسوي يا الملك طير الليل؟ قالوا: يا هفوف، مرة 10 سنين كأنهن لحظة وحدة، والطاغية راحت وما نعرف عايشة إلا ميتة، بس لونها معلمتنا على المكان المسجون به هذاك الأمير. قال له حديدان: أخاف إنه بوادي الموتى، هي كانت ساكنة بهذاك الوادي. قال له الملك طير الليل: روح على هذاك الوادي يا حديدان، أو لا تخلي بي مكان أو ما تدور بيه، لازم نلاقي هذاك الأمير أو لازم نتأكد إنه طاغية ميتة ولا عايشة. أو يا هفوف، أنت بدك تروح على أرض الطعوس، أو دير بالك لا يقضبونك،
حاول تخطف واحد من الحراس وجيب لي اياه. او طار الهفوف باتجاه ارض الطعوس، او طار حديدان باتجاه وادي الموتى. مملكة جبال الصخور ما حسموا دريم الا الظلام خيم عليهم، او قاموا يدق الطبل ابو السواهي قبل ما يصلون للجبل العالي امشان يتحصنون بيه. زت الاحبال انطلقا اكثر من 1000 حبل، او كل واحد قام يلف عليه حبل ينزل يتلولح من السماء، اذا انه طاير واذا انه فوق الارض يرتمي على الارض، واذا انه فوق الجبل ينزل يتدحرج من الجبل. طلع الحاكم ابو الرأس الابيض او شاف الظلام او قال بس ما يكون الملك العرنوس، اذا هو جانا منو راح يخلصنا من شره؟ وشلون بدي اصل للمغارة البيها الحكام؟ صاحب السواهي يابو الخفايا شيل الظلام، واختف الظلام، وان ابو العين الصفرة وابو الدواهي وابو الخفايا وابو السواهي وام الغول وخواطر وام الدواهي وام الخفايا وام السواهي بنص جبال الصخور، او كل المحاربين او كل المحاربين والجنون البيها امشى تفين بالحبال. ابو الراس الابيض طار امشاني لحق المغارة البيها الحكام، وانه واقف جدام والترابي او قالوا وين تريد تروح؟ احنا نريدك عايش، لا تخلينا نذبحك. قالوا يا ترابي ليش هاجمين علينا؟ قالوا لو من تروح عند الملك العرنوس اسألوا هالسؤال هذا، ما حسوا درى الا الاحبال لفن عليه. او قال الترابي يا ابو السواهي انت اخذوا جدامنا واحنا نلحقك. ابو السواهي قال يا ترابي عليش اخذوا لحاله، اخذ كل المشتفين ما خلي حدا منهم هين. قال له ابو الدواهي خذهم خذهم يا ابو السواهي. صفق ايديه ابو السواهي والجنون المشتفة قاموا يطيرون من مكانهم، او صارم صف واحد هو مشى او كلهم مشوا وراه. وقف ابو العين الصفرة وقال يا ترابي هذا هو جبل اللي شنت مسجون بياني حكام جبال الصخور الاربعة المخفيين. وقف مقبال بعضهم او قالوا للحراس الخمسة هذولا محاربين الملك العرنوس، او ما راح يروحون من هالمكان الا يفوتون علينا، لازم ننزل على هذاك البير ونسوي عليه رصد. الترابي وقف على باب المغارة او ضرب ايده على التراب وعيونه صار حمر او صار بيد السيفين، سيف النار او سيف التراب، او ضربهن على بعضهن قام يتطاير منهن شرار وتراب وانفك الرصد عن باب المغارة. او دحج على ام الغول، طارت ام الغول وبيدها السيف البتار، او هو وياها فاتوا بالمغارة مثل الاسهام. وابا الدواهي وابا الخفايا وابا العئن الصفرة فاتوا وراهم. الحكام وقفوا على باب البير لو من انفتح يريد ينزلون بيه. أما الغول صارت قبالهم ضربة السيف على أرض المغارة، صار بيها سلع كل واحد منهم طار مكان. أو وقف الترابي على باب البير أو قال لهم ما راح تنزلون على هذا البير، لازم تروحون معنا، الملك العرنوس يريدكم عايشين، لا تخلونا نذبحكم. أو جبال الصخور هذه ما ظل بيها حدا، كلهم راحوا على جبال الظلام مع ابو السواهي. دحجم الحكام الاربعة على بعضهم او مشى واحد منهم وقال يا ترابي الملك العرنوس ملك حكيم وما زال هو طلبنا، احنا نروح معاكم، ليش ما بعثك لحالك؟ شان لبينا دعوته، جيتكم هاجمين علينا ما هي زينب حقنا. قالوا ابو العين الصفرة عجل تأسروني 10 سنين، زينب حقي واني من محاربين الملك العرنوس. دحج على الحراس الخمسة المقنعين او قال لهم ابو العين الصفرة انتوا راح يكون حسابكم عسير وما حدا راح يحاسبكم غيري. او طلعوا من جبال الصخور او معاهم الحكام الاربعة والحراس الخمسة باتجاه جبال الظلام. الملك العرنوس طاير والولادة الخمسة طايرين وراه، او وصلوا على منطقة بيها ضباب. قال لهم الملك العرنوس اقضبوا ايدين بعضكم الخمسة امشان ما ضيعون بعضكم، او ظلم وراي. او ظل الملك العرنوس طاير بالضباب وهم وراه،
لو من ما تكشف الضباب أو صار قبالهم جبل عالي أو بيجي قدامه جبل أرض واسعة نزل العرنوس والولادة الخمسة وقفوا وراه أو قال لهم الملك العرنوس يا فرساني منو ما يحكي معاكم لا تردون عليه المكان هذا مكان السحر قام يمشي مشي الملك العرنوس أو سحب الرمح من ظهره ويتحرف حواليه ظهر قدامه جني أو قال له أنت منو قال له الملك العرنوس روح قول للعرافة الضبابية الملك العرنوس جاي بدو يحكي معك واختفى الجني ما طول عليه شوي وانه ظاهر قدامه وقال له الضبابية تستناك على سفح الجبل لازم تروح لحالك اللي معاك هذول لازم يظلون هين داحج عليهم الملك العرنوس وقال يا فرسان الظلام مثل ما وصيتكم وين احد يقرب عليكم اتعرفون شو تسوون معه هزوا بروسهم الولادة الخمسة او طار الملك العرنوس نزل فوق سفح الجبل أو بيحجرات قعد على حجرة أو جت العرافة الضبابية أو قعدت على حجرة مقابيله وقالت الملك العرنوس شكلك ما تغير صار لي مئات السنين ما شفتك قال لها يا الضبابية تذكرين آخر مرة جيت عليش بيها أو نصحتيني أروح أنام نمنا أني وأخويا السفاح أو قعدونا لو من طلعنا لقينا الزمان متغير او ما لقيت حدا عايش من سلالتي قلت يا ريت ماني نايم بعد فترة قصيرة عرفت انه لنا واحد من هذيش السلالة والحز عنده ولد قالت له اعرفه اغليص ابن زرقان وابنه اسمه نسر او قالت له يا الملك العرنوس الهالك قدر ينهزم او نصب لكم فخ او وقعتوا بيه خلاكم 10 سنين قال لها الملك العرنوس الهالك راح أحاسبه أنا جاي شمشان شغلة ثانية الجسد الموجود بجبال الظلام ما ظهرت أي علامة بخصوص الصندوق الثاني هزت براسها الضبابية أو قالت له صار عند أحفادك الصندوق صار عند غليص قام حيله الملك العرنوس أو قال لها يا الضبابية أنت متأكدة قالت له مثل منت واقف قدامي يا الملك العرنوس الصندوق كان مكان مخفي أو ظهرت علينا العلامة نقلة وكنوز أرض الطعوس من وادي أو ظهرت علينا علامة الصندوق والحز هو موجود بأرض الطعوس قال لها الملك العرنوس أنا رايح أمشي إذا تريدين مني شي قالت له إيه بدي منك شغلة يا الملك العرنوس أو جماعتي ما يقدر يجيبونها أريد منك تخت الملكة زهرة البراري هو موجود بوادي الموتى قال لها الملك العرنوس انتي صار لك 1000 سنين التخت عندك وينه قالت له مو مثل التخت اتشان موجود عند الملكة زهرة البراري اريد منك يا الملك العرنوس قال لها احس بالتخت صار عندك او قالت له ايمت بدك تنام نومة ثانية قال لها يا الضبابية انتي تعرفين ايش بدي اسوي قبل ما نام شغلت البحيرة خلصت للحز بي شغلات كثيرة وأسرار وألغاز بهذه الأراضي ما حدا راح يفكها إلا الملك العرنوس قالت له يا الملك العرنوس إذا قدرت تفك كل الأسرار والألغاز الموجودة بهذه الأراضي راح أخليك تجي أو تشرب من هذاك النبع اللي شربت منه آني وأخليك تصير من الخالدين وأخليك ما تحتاج أنه تنام تظل عايش قال لها الملك العرنوس راح أحلهن وما راح أخلي سر أو لغز من اللي تعرفينهن أنتي ولا أجمع المفاتيح السبعة وجيش على هذا جبل وأني وانتي نروح على هضاءك المكان اللي يحلمون بيه كل جان او نفتح السبع ابواب او راح اخليش اول وحدة تفوت بهذا الزمان على هضاءك المكان اصبري علي الضبابية لكن يا الضبابية على عهدنا القديم اني وانتي ايش ما اطلب منك ما راح تقصرين معاي وانتي تطلبينه من الملك العرنوس ما راح يقصر معاك قالت له يا الملك العرنوس على عهد القديم اللي خذيناه من 100 سنين فوق هذا جبل واني مستنيتك او طار الملك العرنوس جاء ساحب اتجاه الولادة الخمسة
أو صاح عليهم أقضبوا إيدين بعضكم والحقوني، أو طاروا وراه فاتوا بالضباب ظلوا طايرين بيه مسافة لو من ما طلعوا منه، أو راحهم باتجاه جبال الظلام أي سابقون الريح. الشماس والمجموعة المعاه جابوا المنجم أبو الألماس، أو وقفوا قبال أبو الشيبة قالوا أبو الشيبة تعاهدنا أني وانت يا صاحبي وانت عفتني ورحت. قال له يا ابو الشيبه اني فكرتك اختفيت بهذيش البحيره. قال له لا قدرت اطلع منها، لو مني طلعت لقيتك ماشي. قام ابو الشيبه وقال له الحقني يا ابو الالماس اريد اشوفك شغله. وقفوا مقابيل حجارات كبيره مديدوا عليها ابو الشيبه وانفتحت، او فات مع ابو الالماس. ظلهم يمشون بالظلام لو من ما وصلهم القاعه، فاتوا بيها أبو الشيبة والمنجم أبو الألماس، أو تلقتهم العتيقة وبحدها بنتها زينة. قال أبو الشيبة يا العتيقة جيبي لي هذاك الصندوق اللي جبناه من البحيرة. راحت العتيقة أو جابت الصندوق أو دحج عليه أبو الألماس. قال له يا أبو الشيبة الصندوق هذا عدنا صندوق نفسه بجزيرة الألماس. قال له أبو الشيبة ما قدرت أفتحه، أعجزت عنه حتى الألماس البيضاء ما قدرت تفتحه. قال له يا أبو الشيبة أريد أنطيك سر لكن تحافظ عليه، خلى العتيقة والبنية هذه يطلعون من القاعة. وطلعنا العتيقة أو معها زينة. قال له أبو الشيبة أحشي أني أسمعك يا أبو الألماس. قال له يا الحاكم أبو الشيبة أنت أكيد سمعت بجبل المخفي أبو الأبواب السبعة. قال له أبو الشيبة ليش بي حدا ما سمع بهذاك الجبل؟ قال له جبل هو سبع مفاتيح، أعلم يا أبو الشيبة إنه الألماس البيضاء هي مفتاح واحد من هذا النيش الأبواب، أو هذا الصندوق اللي عندك أكيد بي المفتاح الثاني، أنا راح أفتح لك إياه أو راح يطلع بقلبه ألماسه. قعد أبو الألماس فوق الصندوق أو مكتوبات عليه أحرف، أو قام يحركهن بيده لو من ما انفتح الصندوق، وطلعت بقلب الصندوق ألماسة صفرة. دحج أبو الشيبة أو قال بقلبه المنجم أبو الألماس هذا أغلى من الألماسات البيضة والصفرة، ما راح أتركه هذا المرة لازم يظل معاي. قام أبو الألماس وقال يا أبو الشيبة مجرد ما ظهرت عندك هذه الألماسة راح تكون حياتك بخطر، لازم تكون على حذر. صار عندك الألماستين البيضة والصفرة، أني خبرتك بهذا السر لأنه أنت قدرت أجيب الصندوق الثاني. قال له أريد أسألك الصناديق الخمسة لك خبر وين مكاناتهن؟ قال له لا هذا الشيء ما حد يعرفه ولا إلهن علامات ولا حدا يندل مكانهن، لأنه اللي أخفوا الصناديق أو أمنوهن بهذاك الزمان كانوا مجموعة من السحار والمنجمين، والحشي هذا من آلاف السنين. أنا حافظ على هذا السر يا أبو الشيبة وأنت حافظ عليه، أو لازم تشيل الألماسات الصفرة والبيضة أو تخفيهن بغير مكان حتى لو كان مكانك هذا محصن أو عليه رصد. قال أبو الشيبة بقلبه أنت ما تعرفني يا أبو الألماس، أنا أبو الشيبة أنا من كان عمري 5 سنين تدربت على إيد العرافة. أو قال أبو الشيبة يا أبو الألماس تقدر تطلع من الباب هذا، تستناك العتيقة تأخذك على المكان الشنبي. أو راح أبو الألماس يمشي ما يحترف وراه، انفتحت الحجرة والعتيقة واقفة، خذته ومشت تسكرت الحجرة على أبو الشيبة. أو صاح أبو الشيبة يا زينة وانها جاية تمشي عليه، قال لها انطيني السيف اللي عندك. سحبت السيف زينة أو قضب أبو الشيبة بيده، أو وقف بنص القاعة أو حط السيف على الأرض وانفتح سرداب لوا درج، حط الألماس البيضة بالصندوق مع الألماس الصفرة، أو سكر الصندوق أو نزل أبو الشيبة بهذاك السرداب طلع منه والسيف بيده، أو حط السيف على الأرض أو تسكر السرداب وقال يا زينة هاش سيفك أنت راح تكونين حارسة هذا المكان. هزت برأسها زينة وقالت له أني فداك يا الحاكم يا أبو الشيبة، أطلعهم هو وياها من القاعة أو راح على أبو الألماس. أو قال له أبو الشيبة ظل معنا يا أبو الألماس
ألا تريد تروح على مكان معين؟ قالوا لا، الجزيرة شن الساكن بيها مع الملكة زمردة ما ظل بيها أمان، أريد أظل عايش معك يا أبو الشيبة، واني وانت قمنا نفهم على بعضنا، او راح اكون صديقك الوفي وانت تكون صديق الوفي، او هذا عهد مني ثاني بعد العهد اللي عطيتك اياه من 10 سنين. قال له ابو الشيبة، واني راح انطيك نفس العهد او كل الحاضرين يشهدون على كلامنا.